السلام عليكم. ملفات سرية بتخرج من المخابرات البريطانية بتفصح عن عملية إسرائيلية فاشلة. العملية دي كانت في سنة 1973، بنتكلم زي النهاردة أو بكرة. عملية فاشلة شنها الموساد الإسرائيلي. القصة باختصار أنه تم تشكيل فرقة سرية. فرقة سرية اسمها غضب الرب. هذه الفرقة تشكلت بموافقة حكومية إسرائيلية وافقت عليها رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك اللي هي جولدا مائير. اللي حصل أن هذه الفرقة كانت بتستهدف النشطاء الفلسطينيين والعرب في أوروبا، تحديدا في بلدان مثل النرويج وإيطاليا وفرنسا. الحان المخابرات البريطانية بتفصح عن أسرار بتعرض لأول مرة حول ما هي تلك العملية الفاشلة. ايه اللي حصل يا حضرات؟ لانه احنا امام موضوع في منتهى الخطورة. الحان وقتها سنة 1972 في منظمة فلسطينية اسمها منظمة ايلول الاسود. المنظمة دي كانت شاهدة ومشرفة على اغتيال حوالي 11 لاعب اسرائيلي في دورة العاب ميونخ في المانيا. الكلام ده كان في زي ما بقولك كده في سنة 1972. بعدها قامت إسرائيل بتشكيل يعني فرقة غضب الرب للانتقام، الانتقام من كل النشطاء العرب الموجودين في أوروبا. بدأت إسرائيل تخطط لعملية هتستهدف فيها قيادي بيسموه كده الأمير الأحمر بيطلقوا عليه. هو طبعا اسمه حسن سلامة، هو فلسطيني وهو بيوصف بأنه العقل المدبر لعملية ميونخ اللي هي دورة الألعاب اللي فيها تم قتل النشطاء أو الرياضيين الإسرائيليين. وعلى إثر هذا التدبير قاموا بتتبع هذا الشخص اللي هو حسن سلامة. الكلام ده حصل في مدينة اسمها ليلامير، وهذه مدينة تبعد، مدينة صغيرة زي ما حضراتكم شايفينها، بتبعد عن العاصمة أصله حوالي 135 كيلومتر. اللي حصل إنهم بدل ما يختالوا حسن سلامة اختالوا شخص آخر ليس له علاقة بالموضوع. أتحدث عن أحمد بوشيخي. أحمد بوشيخي ده شاب مغربي كان بيعمل في ليلامير اللي هي المدينة النرويجية. اللي حصل أيضا إن كان مشرف على تنفيذ العملية 15 فرد من منظمة أو من فرقة غضب الرب الإسرائيلية. 15 شخص لهم علاقة بمسؤولين إسرائيليين مباشرين وبيشرف عليهم الموساد الإسرائيلي وجهات إسرائيلية رسمية، ولكن ده كانت دايما إسرائيل بتمنعه أو بتقول إنها ملهاش علاقة بهذه المنظمة، لغاية ما اعترفت للنرويج ضمنا واعترفت عمليا بأنها كانت مشرفة على هذه العملية وبررت لتنفيذ تلك العملية. أضيف لك كمان إنه هنا حصل شيء مهم جدا. وقتها كان من ضمن أفراد العملية اثنين قاموا بالاختباء في شقة المسؤول الأمني بالسفارة الإسرائيلية في النرويج. الاثنين دول تم تتبعهم من قبل الشرطة النرويجية. طبعا هنا احتموا بحصانة هذا المسؤول. المسؤول بيقول لك أنا معايا حصانة محدش هيقدر يدخل الشقة بتاعتي. دخلت الشرطة النرويجية شقة هذا المسؤول وقامت بالقبض على الاثنين أفراد التابعين لهذه المنظمة، ثم اقتادتهم للتحقيق. هنا أثار الموضوع غضب إسرائيل وقالت ليه أنت تدخل شقة لدبلوماسي يتمتع بالحصانة، المفروض أنك لا تقدم على ده. ولكن ردت النرويج قالت إحنا ضد أي عمل يخالف أو يهدد الأمن والاستقرار في النرويج، حتى لو ولا نبرر حتى لو قام دبلوماسي من إسرائيل باستغلال حصانته في التستر على جريمة، بل أنهم على الفور وقتها قاموا بطرد الدبلوماسي الإسرائيلي اللي هو الأمني المسؤول الكبير في السفارة الإسرائيلية من النرويج. طبعا حبت وسائل الإعلام أنها تجمل الصورة وتقول أن المسؤول الأمني ده تم يعني سرا طلب نرويجي بطرده أو بإبعاده عن السفارة، ولكن النرويج أعلنت وقتها أنها أمرت الإسرائيليين بطرده من السفارة. هنا اللي حصل أنه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في النرويج بالتفاصيل واللي حصل. عايز أقولك أنهم أبلغوهم بأنه الجانب الإسرائيلي قال أنه له ما يبرره لتنفيذ تلك العملية. الجانب النرويجي المستشار القانوني للسفارة النرويجية رد وقال أن احنا لا يسمح أو لا نسمح باستغلال منصب دبلوماسي أو حصانة في خرق القانون النرويجي. وبدأ الأمر يتضح ويظهر في كافة أنحاء أوروبا. عايز أقولك أن الموضوع ده عمل جدل كبير جدا، لغاية ما قامت إسرائيل علنا بدفع تعويض لأسرة أحمد بوشيخي. وهو زي ما بقولك مغربي، التعويض ده تم دفعه بعد 23 سنة. حصل سنة 1996، دفعت إسرائيل عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها كان شيمون بيريز، ودفعت إسرائيل التعويض اللي هو بيقدر بربع مليون دولار أمريكي. عايز اقول لك انه مش دي اول عملية تنفذها اسرائيل بهذا الشكل. العملية دي فتحت يعني ابواب كتيرة على اسرائيل، خاصة من دول زي ايطاليا ودول زي فرنسا. عايز اقول لك ان العملية دي تركت اثر كبير، والحين دار سجال كبير بين المسؤول القانوني في السفارة او في الخارجية النرويجية والمسؤول البريطاني حول تلك العملية.
وتساءل المسؤولي البريطاني، يعني انت عندك خارجية وعندك عملية إسرائيلية اسمها غضب الرب، بتنفذ ازاي انت تقوم ب15 شخص بتنفيذ عملية في بلدة صغيرة وتقوم بكل ال15 شخص بالإشراف على تنفيذ العملية؟ انت في بلدة صغيرة وجود اي غرباء او اغراب هيتم اكتشافهم بسهولة. فده كان مساعد في كشف الحقيقة ومساعد في كشف هؤلاء الاشخاص في هذه البلدة الصغيرة. يقول المسؤول البريطاني او السفير البريطاني انه زي بقول لك كده، المشكلة مش في العملية او فشل العملية، المشكلة في فتح وكشف أسرار تلك العملية اللي تمت على أرض نرويجية، فضح عدد كبير جدا من منفذي تلك العملية. الحقيقة عايز أقولك أنه تم حبس 5 من أفراد تلك العملية وتم إخراجهم لاحقا بعفو من السلطات النرويجية. الحقيقة دي سلسلة زي بقولك في سنة 1972 تحديدا في شهر أغسطس 1972، بتكلم على 16 أغسطس، قام شاب ليبي مخمور باختطاف طائرة كانت متجهة من مطار بنغازي في ليبيا متجهة إلى بيروت العاصمة اللبنانية. الشاب المخمور ده اللي بتعتقد إيطاليا أنه مشرف على عملية اختطاف طائرة ليبية وأتى بها أو توجه بها إلى مطار بنغريون. المفروض أنه هذا الشاب بعد ما قام بتهديد قائد الطائرة توجه بالطائرة إلى مطار بنغريون في إسرائيل. الحال عايز اقولها لك هنا ان ايطاليا بتشك انه او بتجزم ان اسرائيل ايضا مرتبطة بتلك العملية. ليه؟ لانه النهاردة انت بتتكلم امام عملية ذهبت بطائرة الى مطار بنغريون، رغم انه هناك مطار عسكري اسرائيلي اسمه مطار اللود هو مجهز لمثل هذه العمليات، عمليات اختطاف الطائرات. طبعا بريطانيا والقائم بالاعمال البريطاني في اسرائيل بيضحك تلك الروايه، بيقول لك لا اسرائيل ما لهاش علاقه بالعمليه، ولكن ايطاليا بتقول لو اسرائيل ليس لها علاقه بتلك العمليه كانت رفضت استقبال الطائره على ارض مطار بنغريون. ليه؟ لان الطائره ببساطه هتكون فيها شك انها محمله بالمتفجرات وده هيمنع نزولها على ارض المطار وهتتجه بها الى اللود، وده مطار مجهز زي بقول لك لكل حالات يعني التعامل مع انواع الطائرات المختطفه بما فيها اللي بتحمل متفجرات. فمعنى استقبال اسرائيل لهذه الطائره ان هناك علاقه مباشره بين اسرائيل وبين مختطف الطائره وانها عمليه بتشرف عليها اسرائيل. عمليه اخرى قامت بها اسرائيل في ذات الوقت في سنه 1973 حدثت في فرنسا، حيث قامت اسرائيل باغتيال الفنان الجزائري التابع لحركه النضال الفلسطيني ومنظمه ايلول الاسود اسمه محمد بوديع. قامت اسرائيل باغتيال هذا الفنان اليساري وده عمل صدمة كبيرة جدا في فرنسا لأنه مش معتادين على هذا النوع من الحوادث. قامت إسرائيل باغتيال هذا الشخص وطبعا كان هناك حصانة أيضا للدبلوماسيين الإسرائيليين الموجودين في فرنسا، حتى لدرجة استياء الأوساط الرسمية والأمن الفرنسي أو المخابرات الفرنسية من هذا الوضع، وطلب وقتها بما يفصح عنه وبما تفصح عنه الوثائق البريطانية أنه رئيس الفرنسي وقتها جورج بومبيدو رفض هذه الطريقة في التعامل مع من يقوم بالاغتيالات لأنه فرنسا كان عندها بعض المبررات الغير معلنة لعدم رغبتها في القيام بالقبض على العناصر اللي بتنفذ هذه العمليات داخل فرنسا، سواء زي بقولك كده يعني اعتقال القتلة سواء إسرائيليين أو عرب ثم الحكم عليهم. دي كانت سياسات فرنسا في الوقت ده واللي تم تغييرها لاحقا أو بناء على طلب الرئيس الفرنسي. الحن العمليات دي كلها عملت ربكة كبيرة جدا في أوروبا لدرجة أنه شكت بريطانيا أنه ممكن تكون عليها الدور في عملية أخرى تنفذها إسرائيل أو ينفذها الموساد الإسرائيلي لتصفية حسابات مع نشطاء عرب داخل بريطانيا أو داخل المملكة المتحدة، لدرجة كمان أن رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية حذر من عواقب وخيمة من إقدام إسرائيل على تنفيذ عمليات مماثلة للعمليات اللي قامت بها سواء في فرنسا أو في العملية الشهيرة اللي حصلت في النرويج. الرجل حذر من عواقب وخيمة لتلك العمليات لو حصلت على الأراضي البريطانية. الرجل حذر وقال كده نصا، التبعات هنا هتكون في بريطانيا بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد. وبيطلع كمان بسبب يقولك أنت بتتغافل كبريطانيا عن أنشطة هؤلاء العرب، فإحنا بنقوم بدورنا في حماية أنفسنا منهم بدل ما أنتوا بتتغافلوا عن دوركم. ده الكلام اللي بيقوله، طبعا ده مش مبرر زي ما بيقول رئيس إدارة شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، ولكن طلعت بريطانيا وقتها وقالت انه او الصحافة البريطانية انه العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل لا تسمح بتنفيذ تلك العمليات مثل العمليات اللي نفذتها في دول أوروبية أخرى. ده اللي حصل باختصار في العملية اللي حدثت في إحدى المدن النرويجية، العملية اللي بتعتبر عملية فاشلة في سجل الموساد الإسرائيلي. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.